السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، راح نحل أهم الأسئلة المرشحة لامتحان الوزارة طلاب. هاي السؤالين راح نعطيكم هسه تضمن بها 10 درجات. السؤال الأول طلاب يقول: احسب الشغل المبذول على شحنة متحركة مقدارها 2 كولوم في دائرة كهربائية تحتوي على بطارية قوتها الدافع الكهربائية الإنف تساوي 1.5 فولت. شو راح نحل هذا السؤال طلاب؟ راح نحله بكل سهولة. هذا السؤال من كلمة احسب. دائما اي سؤال ريد نحله من كلمة احسب. احسب شنو؟ احسب الشغل، الشغل المبذول. شغل طلاب راح نكتب الحل قانونه W. الشغل هو W يساوينا انف في كيو. اذا تنسى الانف هياتها موجودة، هو منطقها بالسؤال. انف في كيو W يساوينا الانف. ايش قد عندي طلاب؟ الانف عندي 1.5. 1.5 في الكيو ايش قد عندي؟ عندي 2 اللي هي الشحنة. W يساوينا 1.5 × 2. شوف طلاب، يساوينا 3 جول. شلون طلعت 3 جول؟ خلينا نجي هنا توضيح، يعني هذا التوضيح ما تكتبه بالامتحان. 1.5 × 2 نضرب بدون فوارز، 1.5 تصير 15 × 2 = 30. اوكي، هذا البوينت ارجعه هنا يطلع 30. زين، هذا البوينت شنو معناته؟ معناته هذا الصفر البوينت ما له قيمه، يعني الناتج 3 جول. باعوا الناتج 3 جول. هذا ما تكتبه، هذا توضيح لك بامتحان وزاري. هذا السؤال شوف طلاب، خطوه قانون ونزلت بمكان الانف 1.5 ومكان الكيو هياتها 2 منطقيها كولوم، ضربتهم طلع عندك 15 × 2 = 30 مثل ما علمتك. الصفر راح، هذا تكتبه 3 جول، يجيك نصا تاخذ عليه درجه كامله. السؤال اللي بعده طلاب واللي كذلك مرشح، هذا السؤال يعني طلاب ضروري تضبطهم ذن السؤالين، واحد منهم جايك باذن الله. اذا كانت القوه الدافعه الكهربائيه الانف لبطاريه 12 فولت ومقدار الشغل الذي تزوده البطاريه لتحريك الشحنه 120 جول، احسب مقدار الشحنه. قانون الشحنه اللي هي كيو يساوينا انف دبليو على انف. دبليو على انف، قانون الشحنه دبليو على انف. الشحنه طلاب يساوينا دبليو على انف. دبليو طلاب هو الشغل، ومقدار هو شلون نلقى الشغل؟ هو دي يقول لك الشغل مقدار الشغل الذي تزوده البطارية 120 جول، 120، ومقدار هنا القوة الدافعة الكهربائية الانف 12 فولت. 12 شوف طلاب، 120 على 12 يساوي لنا 10 كولوم. خطوة قانون وخطوة نزلت المعطيات. هذا السؤالين طلاب ضروري يجيك من عنده 10 درجات حتى ما تنسى القانون، نقدر نحفظ القانونين بقانون المثلث. قانون المثلث، قانون يسمى W، نخليه فوق حتى لا تنسونها علامة W، انف في كيو. اذا اراد من عندك الدبليو شو يساوي لنا؟ دبليو باع شو طلاب، الشغل يساوي لنا ام في كيو. اذا نرجع للقانون مالتنا المثلث، دبليو شو يساوي ام في كيو؟ يعني الدبليو شغل الانف في كيو. اذا راد من عندك الانف او راد من عندك الكيو، اذا راد من عندك الكيو شو يبقى لي؟ دبليو على انف. واذا راد من عندك الانف قوة الدافعة الكهربائية تساوي لنا دبليو على كيو. هذا قانون اسميه انفوك حتى لا تنسونه، انف اوك، انف اوك، قوة الدافع الكهربائي دبليو على كيو. اتمنى طلاب افتهمتوا، يعني هذا باللغة العربية من اسميه انف فوك حتى لا انسى، حتى طلع من عنده باعه. اذا اراد من عندي شحنة دبليو على انف، باعه الشحنة دبليو على انف. اتمنى لكم التوفيق. هاي الورقة راح تلقونها بقناتي على التليجرام، رابطها موجود اسفل وصف الفيديو، وراح ارشح لكم بعد اسئله تجيكم نصا بالامتحان الوزاري. ذن الاسئله ضبطوهن، يعني حافظ، حاول حفظ اسمك.
شكرا لكم طلاب، مع السلامه.